خير دكتور. أنا شفت بعد تحليل الدم أنت في تحسن ممتاز، لذلك طلبت منك تعمل صورة شعاعية وتصوير محوري طبقي، وكل هالصور الشعاعية مع التحليل بتأكد التحسن الملموس اللي طرأ على حالتك. بترجاك دكتور، أنا ماني حابب أسمع هالنوع من الكلام، لأنه مجرد كلام لتشجيع المريض. أنا بعرف وضعي منيح. على كل حال أنا ما عم بحكي كلام علمي، أنا معك إنه في حالات سيطرت المرض حالات كثيرة إلى درجة إنه نستنا فيها تم الشفاء الكامل. يعني على الأقل تحكي لي الشيء اللي أنت بتعرفه. شو أستاذ كامل؟ الظاهر الأمور أخذت اتجاه تاني. مزبوط، من جهتي بس، وهي ما بتعرف أي شيء عن الموضوع. يا سلام يا سيدي، اليوم كل أخباره مفرحة. على كل حال أنت بتستاهل كل خير، وأمل كتلة من الطيبة والإنسانية. هذا الشيء اللي تأكدت منه، مشان هيك بلشت تتغير أفكاري. قلت لحالي لازم أرجع أعيش وابتدي من أول جديد. اللي راح راح يا أستاذ سعد. مزبوط، وهذا حقك. من بعد ليالي الأحزان وظرفة عنوان بالحرمان، طل العيد بتوب جديد يبارك ويهني العرسان. طل العيد بتوب جديد يبارك ويهني العرسان. طل العيد بتوب جديد.